الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة المدن الصحية أن اللجنة تتابع ضرورة استيفاء معظم الاشتراطات والمعايير المطلوبة في منطقة أم الحسم المرشحة لنيل لقب المدينة الصحية من قبل الشبكة الإقليمية للمدن الصحية، وذلك تمهيدا لزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية نهاية أكتوبر الجاري. وأوضح أن من أهم المعايير توافر مؤسسات معززة للصحة والسكن الملائم والأمن والنظافة والتخلص من النفايات، إضافة إلى وجود الحدائق والمساحات الخضراء ومراكز رياضية واجتماعية وثقافية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني متعددة الأنشطة. ومن المؤمل أن تكون العاصمة بعد تنفيذ المشروع نواة ومثالا يحتذى به، ولتصبح محافظة العاصمة صحية وفق أعلى المعايير ومن ضمن 1000 مدينة صحية عالمية. اليوم احنا زيارتنا التفقدية لأم الحسم، وهي المنطقة اللي تم اختيارها لمشروع المدن الصحية في محافظة العاصمة. والحمد لله اليوم الزيارة طبعا برفقة اللجنة المشتركة واللي تشمل الصحة والأمانة وكل الوزارات الخدمية، والهدف الاطلاع على احتياجات المنطقة ووضع الحلول بحيث أنها تكون مدينة صحية. تم اختيار أم الحسم كباكورة للمدن الصحية في مملكة البحرين، واحنا اليوم قمنا بمرافقة سعادة المحافظ والأهالي بمنطقة أم الحسم بجولة في المنطقة للاطلاع على جميع التوصيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لاختيار المدينة كمدينة صحية.